الشيخ رئيس الجمعية شمس بلادي التنمية والمواطنة. احنا اليوم في هذا اللقاء هذا اللي تنظموا فيه واحد النشاط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وليس فقط اليوم العالمي للمرأة، فاحنا يلا داز اليوم العالمي للأم واليوم العالمي للشعر، إذن مناسبات كثيرة اللي كتجعلنا أننا اليوم نكونوا في هذا اللقاء هذا ونديروه بشكل متنوع، لأنه غتكون فيه ندوة حول الوضعية القانونية والاجتماعية للنساء بالمغرب، يعني أي مستجدات وأي رهانات غنتكلموا خلالها فيما يخص المستجدات الأخيرة للقوانين الخاصة ضد العنف للمرأة، وكذلك يعني التغييرات الممكنة في التي يعني في مدونة الأسرة، لأنه ما بقى شيء خاص لازم تكون تغييرات عليها باش تتلائم مع الآن مع وهذا الشيء تتبعه. وكذلك في مناسبة لحفل تكريمي كبير لمجموعة من النساء المرموقات من فنانات ومن أديبات ومن شاعرات ومن نساء جمعويات ويعني العديد من الفعاليات في حفل بهيج اللي فيه رموز ديال الأغنية المغربية للإشارة هذا النشاط هذا بدعم من مجلس عملات الدار البيضاء وبتعاون مع نقابة الكرة الموسيقية المغاربة ومقاطعة مرسلطان الذي نشكرهم جزيل الشكر. وكنتمنى أن الأيام ديال الجميع المغربية تكون بخير. تحية نضالية لجميع النساء في العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.